داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجوه مختلفة وقصص أنهكت ملامحهم، سنوات من الأسر والبعد القسري، وسنوات من الانتظار وترقب الحرية، يهتفون دعما لهم ومؤازرة لمحنتهم التي طال أمدها. معهم احنا قلبا وقالبا، يعني مش بخلين عن جهدنا جهد، يعني انا انسان دينهم واقفين معاهم، وبنقول لهم وصبروا وصمدوا واحنا معاكم، ومش حنسيبكم لاخر نفس، واحنا كل الشعب معاكم وكل المتضامنين معاكم والاهالي وكلنا معاكم. انا جسدي هنا، روحي عندك، انا بقول له يما اصبر واصمد وان شاء الله الفرج قريب، وان شاء الله يما بتطلع بالسلامه انت وكل الاسره، إلى كل الأسرى دعوتي تقول السنة هذه كلكم حاضرين. لا تسقط قضية الأسرى بالتقادم أو مع مرور الزمن، ومهما تعاقبت الأجيال فكل يسلم ويستلم دفة الدفاع عنهم والتضامن من أجلهم. جئنا اليوم لإيصال رسالة للأسرى، إننا معكم، وللمجتمع الدولي بضرورة التحرك لإنقاذ حياتهم ووقف الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضدهم. احنا جايين من شمال غزة من مدرسة الزعتر، جينا هنا نتضامن مع الأسرة، نعبر عن مشاعرنا، وانه احنا معهم، لو مش جسديا احنا معهم روحا ومعنويا. يعني احنا اجينا هنا عاملين فعاليات، بنحكي باللغة العربية بالسويدية باللغة الإنجليزية، حابين نوصل رسالتنا لكل العالم ورسالة الأسرة لكل العالم. الأسرة هم ضحوا كتير بحياتهم، ضحوا إنه بحريتهم مقابل فداء الوطن، فإحنا كوننا كشعب فلسطيني وكوننا إحنا كناس يعني عنا حرية على الأقل مو زيهم بالسجون وضل تحت ظل التعذيب، فيجب علينا إنه أن نكون أمة واحدة وصوت واحد يهتف لحرية هؤلاء الأسرة، ونفعل ما بوسعنا حتى نقوم بتحريرهم ومساندتهم روحيا ونفسيا. يبقى رجاء أمهات الأسرى والأسيرات أن يتنفس أبناؤهن عبق الحرية يوم لا مزيد من القيد والظلم والتعسف. حرية وكرامة سلبت دون وجه حق، ولم يحترم أو يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاقات الدولية التي تكفل حماية الأسرى. بيكفي تبهر الأسرى، حط ملف الأسرى على سلمة الأوليات. يعني الحمد لله انا الي وحده، ابني واحد من الأسرة مرض بالسجن وله 21 سنه، يعني الحمد لله واحد من المرضى ابني صار، الحمد لله بتمنى الافراج عن قريب له وجميع الأسرة كلهم. على وقع الهتافات المطالبه بالحريه، تتواصل فعاليات الدعم والاسناد والتضامن مع الأسرة برسالة موحدون داخل السجون موحدون خارج السجون، وسط مطالبات الجميع هنا بضرورة تفعيل ملف الأسرى وتحقيقه على المستوى الدولي. من مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صفاء الهذيل، تلفزيون فلسطين.